السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبائي الاعزاء، مرحبا بكم في قناه مطبخ اميره المراكشيه. اليوم نحضروا مائده رمضانيه جد رائعه بافكار واطباق جد بسيطه. غنحضروا صينيه الدجاج في الفرن، كيجي هذا الدجاج مدغمر بشرموله رائعه. كذلك غنحضروا سلطه جد شهيه بسيطه، ايضا مغرر ناجح كيجي خفيف ومثقب. غنرفقوا هذه المائده بعصير جد بسيط وكيجي رائع. اخيرا غنحضروا حيره كتوجد في 10 دقائق، كتجي رائعه. تخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم، دخلتوا في القناه ديالي يوصلكم كل وصفات جديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير عندنا هنا الدجاجه حسب الكميه اللي بغيتو، كيلو جوج كيلو حسب اللي بغيتو. عندنا فلفله حمراء واحده وهذا اختياري، ثلاثه الحبات ديال الداتا. عندنا عصير حامضه، كناخذ الحامضه كنبشروها كناخذ القشور ديالها بغيناهم. كذلك معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، جوج معالق كبار تاع ياغورت طبيعي، يعني هنايا التحميره معلقه صغيره ديال التحميره، اي بابريكا معلقه صغيره، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال القشور ديال الحامض. عندي هنايا شي 6 حبات تاع حبات الهيل، عندكم طحونه ديروا ربع معلقه. عندي هنايا ربع معلقه تاع القرفه، نص معلقه ديال السكنجبير، عندي الملح. بسم الله. الان غادي نحاولوا نحطوا الشموره باش غادي نقدوا فيها هاد الدجاج. وبالنسبه لهاد الدجاج باش ما تركناه راقد كيجي مزيان، اذا كان كاع ليله كامله من الافضل. بسم الله. انا كنديروا تقريبا شي 3 المعالق ديال الزيت، ربع كاس. كنديروا هاد العطريه، هاد حبات الهيل اللي كانت عندكم دقوقه كان افضل، حاولي تلا ندقها شي شويه. بسم الله. باش كتجي هاد الشرموله كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف ولذيذه. ياغوت باش كيجي بها، ياغوت طبيعي كيفتي هاد الدجاج كيجي كذلك لذيذ وبنين. دائما بالنسبه للدجاج اللي بغينا ناكلو، هاد الدجاج كان دائما كنرقدو كيكون بيت ليله كامله مغسول ومقد ومصيب. من بعد كنمزجو هاد المكونات باش كنخمرو بهم الدجاج ديالنا. كما سبق ليا قلت لكم الافضل الا كان ليله كامله بيتوه الافضل، واللي عنده شويه الهريسه يضيف واحد شويه ديال الهريسه، وكذلك يدير واحد غبره ديال الثومه. بالنسبه ليا ما عنديش ثومه، ديروا غبره من الافضل في هذا رمضان ديروا غبره. بسم الله. بعد ما قطعنا الدجاج قطع صغيره، بالنسبه اللي باغي يتركها كذلك يتركها، اللي باغي يقطع على ربع يقطعها. انا بالنسبه ليا قطعها قطعه صغيره. كنديروا هاد الشرمونه وكنتركوا هاد الدجاج حتى يشرب هاد الشرمونه مزيان باش كيجينا بنين ولذيذ بزاف. وكنمزجو الدجاج مزيان. بعد ما درنا الدجاج الشموله كنتركو حتى تيرقد لينا، باش ما رقد لينا ساعه ساعتين كان افضل لك الليله كامله. بالنسبه ليا نخليه شي ساعه. بسم الله. الان كنصبو واحد شويه ديال الزيت، لاننا سبقنا درنا الزيت في الدجاج. كنديرو شويه، كنديرو البطاطا نتوما كتلاحظوا هذا الشكل، ومن بعد كنبقاو كنصطفو في هاد البطاطا. كتجي بنينه ولذيذه بزاف. بسم الله. بعد ما وضعنا البطاطا كناخذ هاد الفله، بعد ما شويناها الا كتجي المشويه كتجي بنينه ولذيذه، واحد اللذه لا تقاوم. بسم الله. بعد ما وضعنا الفله كنحاولوا كذلك كنستفوا الدجاج، كيجينا طبق ساهل وبسيط. بسم الله. بعد ما وضعنا الدجاج كناخذوا هاد الشموله كنصبو فيها تقريبا ها هو الماء على هاد الشكل، كنمزجو هاد الماء مع هاد الشرموله مزيان باش كنخلوها من الجوانب. بسم الله. كنحاولو نصبو. بسم الله. انا كنحاولو كناخدو هاد الورق الغذائي كنفزقو بالماء على هاد الشكل، وكندخلو الفران تكون الحراره 200 درجه حتى 250 درجه، ومره مره كنرقبو وكنغطو عليه مزيان. الا كان عندكم كاع بابي الومنيوم حاولوا تغلفوا مزيان بالبابي الومنيوم، بالنسبه ليا مبقاش ليا على هاد الشكل. كنفزقو وكنغطوه مزيان وكنتركو حتى يطيب لينا على خاطر، وكنراقبو ومره مره كنحاولو حتى تدوز تقريبا شي ساعه ولا نص ساعه، وكنحاولو نسقيو هاد البطاطا وهاد الدجاج من الفوق. ومن بعد حيت تنحسو به طبط كنعريو عليه وتنتركو حتى يتحمر لينا. بسم الله. بالنسبه للمقادير تاع السلطه،
عندي كذلك المزقوم ها هو ميز حسب علبة الزيتون قطع دوائر على هذا الشكل. عندي خص نص خصة طماطم سوريس على هذا الشكل حسب اللي بغيتو الرغبة. دائما انا هنايا خيارة واحدة مقطعة قطعتها بالقشور ديالها كتجي كذلك رائعة. علبة ديال الطون بسم الله. الان كنخلصو كنخلطو جميع المكونات على هذا الشكل. كتجي سلطة خفيفة وسهلة وبسيطة هي كتحضر. انتما كتلاحظو ما كتستغرقش الوقت. الخيار كما سبق لي قلت لكم اللي بغى يقشرو يقشرو لو كان الاختيار. القشور في كذلك فوائد عندي هنا علبة ديال الطون كنمزجو هاد المكونات مزيان بهذا الشكل. بسم الله العلم مزجنا السلطة. الآن غادي نحاولو نديرو لاصوص ديالنا ساهلة. كنديرو شوية الزبيدة ديال العود شوية تاع البزار شوية الملحة. بسم الله كنحضرو لاصوص لي غنديرو في السلطة. السلطة بسم الله كنديري معلقة كبيرة مكنكترش بهذا الشكل. كندير شوية ديال الملح شوية ديال البزار. كنديرو كذلك معلقة ديال الحامض حسب الذوق. كنمزجو هاد المكونات وكنصبو على السلطة. بسم الله. الآن بعد ما خلطنا المجيز كنحاولو نصبو فوق هاد السلطة. بسم الله. بالنسبة للعصير غادي نقدمو عندنا هنايا جوج خزوات خديناهم سلقناهم وتركنا الماء ديالهم. جوج حبات تاع البنان ياغوت طبيعي. يمكن لكم ديرو بنكهة البنان ولا بنكهة الفاني أي نكهة بغيتو. عندي هنايا بالنسبة للسكر درت أنا جوج معالق كبار. يمكن لكم ديرو ثلاثة معالق السكر اللي بغا السكر. عندنا كذلك الليمون 4 حتى 5 ليمونات كناخدو نعصرهم كناخدو الماء ديالهم. عندنا ياغوت. الآن غادي نمرو باش نحضرو هاد العصير. بسم الله كنصبو هاد الخيزو دابا. سلقنا تقريبا نص سلقة يعني كنصبو كذلك جوج بنان حبات البنان. بالنسبة للكمية يمكن لكم تضاعفو الكمية الشكل راه هما. عصير ديال البرتقال علبة ديال ياغوت بأي نكهة بغيتو كيف ما سبق لي قلت لكم. بنان ولا الخوخ أنا بالنسبة لي درتو غير طبيعي بدون نكهة. كذلك درت العسل. يمكن لكم ديرو السكر جوج معالق ثلاثة السكر. دائما العسل حسب الذوق والسكر حسب الذوق. اللي ما بغى يدير لا سكر لا عسل يمكن ليه يدير كذلك بالنسبة للناس اللي دايرين حمية. الآن غادي نمرو باش نطحنو ونقدمو. بسم الله. بالنسبة لمقادير بغرير كيف ما تلاحظو بغرير ساهل دغيا غادي نحطو. عندنا جوج الأكواب ديال الدقيق الفينو. الدقيق الفينو أي دقيق سبيسيال ديال القمح ها هو على هاد الشكل. جوج الأكواب. عندنا كذلك يمكن لكم ديرو السميدة الرقيقة بالنسبة للدول الخارجية. السميدة رقيقة بزاف. عندي هنايا معلقة كبيرة مع معمراج ديال الخميرة ديال الخبز. عندي هنايا نص معلقة ديال السكر اللي ماشي ديال السكر ديال العسل. عندي هنايا كذلك 10 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات تاع تقريبا 7 غرام كدير ساشية ونص. عندي هنايا شوية ديال الملح. عندي كذلك الماء. بسم الله. الآن كنصبو الدقيق كيف ما سبق لي قلت لكم. الدقيق القمح سبيسيال عندنا في المغرب تنقول ليه فينو. عندنا كذلك الملح شوية ديال الملح. السكر الخشن وكنصبو الخميرة ديال الخبز على هاد الشكل. من بعد كناخدو الما دافي هاد الكاس باش غادي نعبرو بيه. دائما باش ما عبرنا جوج الحاجات ديال بحال مثلا عندنا كوب ديال ولا جوج الأكواب ديال الدقيق غادي نعبرو 3 كيسان ديال الماء. بسم الله كنمزجو بعد هاد المكونات. عندي 3 كيسان يكون ما دافي ما تيكونش سخون بزاف ما تيكونش بارد. بسم الله. 1 2 3 اما كنديرو في المكسور اما كناخدو هاد الآلة هادي كنطربو. كنحاولو نطربو تقريبا شي 3 دقائق حتى تنشوفو هادوك الفقاعات. بعد ما مزجنا الخليط ديالنا حتى تيبان لنا هاد الفقاعات كنصبو الخميرة ديال الحلويات. بسم الله.
ومن بعد كنصبو كنطربو تقريبا شي جوج دقائق. بسم الله، بعد ما مزجنا الخليط ديالنا كنخليه شي جوج دقائق ثلاثه دقائق على ما تنمجدو ونمرو باش نطيبوه بسرعه. بسم الله الان غادي نمرو باش نطيبو هاد المغرير. كما كتلاحظوا كنوضعو فوق المقله كتكون نار عاليه. هانتوما دابا نحرق شي مراحل انتو حتى تشوفوا كيفاش كيتقب لينا، كيكون ساهل التحضير. كتكون نار عاليه حتى تتقب كاملو، عاد من بعد كنقصو العافيه. كيجي هاد البغري كيشهد، كيجي سهل، كيجي صحي. نتوما وجه كله متقب، كيجي رائع وكيجي خفيف خفيف خفيف، كيخرج لنا واحد الكميه لا باس بها. بسم الله، بعد ما طبعا نتوما كتلاحظوا كيجي كيشهد، ضروري ان كنفرشوا شي زيف وكنحطوا فوق شي زيف وكنبقى مستمرين حتى تنكملوا الكل. الان كنحاولوا نعاودوا وحده اخرى كما سبقيه قلت لكم، تتكون النار عاليه. هذا هو السر تاع النجاح تاع هذا المغرب، كنبقاو مستمرين حتى تكملوا جميع المغرب اللي عندنا. هانتوما بمجرد ما كيتقب كامل كنقصوا عليه النار وكنطبقوا المغرب حتى تطيب لينا على خاطرها، ومن بعد كنبقاو مستمرين. يتبعوا هاد المراحل خطوة بخطوة، غادي ينجح لكم ويجيكم ناجح 100%. وصال التحضير غير كنطيبوه مكيستغرقش الوقت. بسم الله، بالنسبة لمقادير الحريرة كيفما تلاحظو الحريرة ساهلة دغيا كنحضروها وبسيطة. عندي كوب ديال السميدة مغليضة على هاد الشكل، ما يعادل تقريبا 160 غرام، معلقة كبيرة ديال النفع، معلقة صغيرة ديال الكروية الملح. بسم الله، بعد ما درنا هاد الطاوة درنا فيها الماء، كنصبو فيها كيف ما قلت لكم كرويه، معلقه كبيره ديال النافع، كندير شويه ديال الملح، الملح دائما حسب الذوق، كندير كذلك واحد شويه ديال الزيت. من بعد كنحركو كنبقاو نصبو هاد السميده بشويه بشويه وحنا كنحركو، راه دغيا كطيب لينا مكتستغرقش الوقت، راه كتجي لذيذة وبنينة وصحية. كنبقاو نستمرو في التحريك حتى تغلى لينا، من بعد كنتركها تطيب. بسم الله، هانتوما كتلاحظو الحيلة دغيا طابت لينا 10 دقايق هي طيب، لأن كامل عندها واحد الإختيار. إلا بغينا نديرو فيها كاس الحليب يمكن لي نطيبو ونديرو مباشرة باش كتغلى لينا هي واحد ثلاث دقائق وتنطفي على النار وكنقدمها. اللي ما بغاش يدير الحليب له كامل الاختيار، كتجي بنينه لذيذه، كتغلى لنا تقريبا جوج دقائق ثلاث دقائق وكنطفي على النار وكنقدمها. الشكل النهائي ديال الاطباق بعد ما خرجنا هذا الطبق ديالنا، طبق الجير بالبطاطا من الفرن، كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع وكيجي لذيذ وبنين بزاف. بالنسبه للسلطه انتما كتلاحظوا كتجي كذلك منعشه وكتجي رائعه. الحريره كما تلاحظوا الحريره كتجي سهله التحضير، في 10 دقائق كطيب. ومن بعد كذلك عندنا بغرير حتى هو كيجي كيشهد، وعندنا كذلك بطبوط. بالنسبه لهذا البطبوط راه سبق لي حضرتو، غتلقاو المقادير ديالو في الرابط اسفله. كنتمنى هذه الطبله وهذه المائده تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في فيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.